لطيفة الفهد تعزيز المساواة بين الجنسين، نعمل لحماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة. أكدت رئيسة لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء الشيخ لطيفة الفهد السالم الصباح أهمية إظهار الإنجازات التي قامت بها دولة الكويت في مجال رعاية المرأة الكويتية والتأكيد على مكانتها في المجتمع. نلاحظ أن المرأة دائما الصراحة وبكل الأزمنة بالكويت المرأة أثبتت وجودها في على الصعيد المحلي وأيضا الاجتماعي والاقتصادي السياسي، موجودة المرأة دائما ودائما تحرص على أنها تظهر وجودها، فالمرأة لها العديد من الإنجازات. الكويت ما توقع أنها تقافل عن هذه الإنجازات، فدائما تحاول أن تبرز دور المرأة في هذه الإنجازات.